دلوقتي تشوفي بقى هجننهم لك ازاي. اطفال يا ساتر. عواصف النجف. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه مش عجباكي؟ دي تتلبس بالليل مش بالنهار. انت كل حاجه تتحسر فيها ايش عرفك انت؟ دي مكتوبه في الكتاب. ايه بقى غيرت مع الكلام؟ طيب تشخطي كده ليه؟ يا ملا كده كل الكلام الشخط في شخط. بس طول بالك. اطول بالي؟ ده انا اطول بالي قوي. اسمع هنا. ها الهانم بعد شويه قرايب جوزها هيكونوا هنا. اهلا وسهلا. وعايزك بقى قدامهم تعمل اخر ما عندك في الغمز والتمحيح علشان يكون عندهم سوء ظن، فاهم؟ فاهم قوي يا ست هانم، ما تخافيش عليا، ومع كل ادي احنا فيها، خدي بالك من الشغل. ده ابو خفيف. يمرض عليا الغزال الفريد، اشوف اوامك انت احدفه بالطوب. لو لسه كمان، اسمعي. بس خليك جد. ادخل. في جماعة بيسألوا على ست هانم. انت متقصدني يا جدع انت؟ كل الواحد ما يجي يتسلطن تروح داخل عليا كده زي الكلام. الله ما تسكت انت. طيب. مين دول اللي بيسألوا عليا؟ بيقولوا انهم قرايب حضرتك وقاعدين في الجنينة. طيب انا نازلة لهم حالا. يلا اوان روح غير بدلتك دي وحصلنا في الجنينة. يلا بينا يا شكري يلا تعال. فاهم؟ سايبيني ورايحين فين؟ والله يا ستي لو كان لنا معزة عندك صحيح ما يبقاش جوزك له بيت في اسكندرية مفتوح وتنزلي عيني عينك في لوكاندا. الظروف وحياتكم، هو انا برضه استغنى عنكم. واخويا ممتاز ما جاش معاكي ليه؟ والله ممتاز مشغول وبيسلم عليكم كتير. تعالى اقول لك شايف بقى القيافة؟ اهو كده اللبس من زي بتاع الموديل اللي كنت ملبسها لي. الله، امال كاتبينها في الكتاب ليه؟ كاتبينها في الكتاب عشان يلبسوها بالليل مش بالنهار، يعني عند النوم يا بين. اه اسمع اخويا. نعم يا بيه. الجنينه بتاع لوكاندا منين؟ من هنا يا بيه. سابع ولا بقول لي يا بيه. مبروك يا معلمي. اقرا امشي ورايا باحترام. احنا اتشرفنا قوي يا شكري يا هاني. العفو، ده حسن حظ لي انا. تعرفوا انكم وحشيني قوي. هما فين يا اخويا؟ انا عارف دي اللوكاندا بتشغل ستات. امال اللوكاندا كبيره قوي. اقعد كل الستات دول ما يجوش حاجه جنب البنت اللي غلطت في اوضتها. دي عامله زي سكيبه الجبس الناعم الابيض اللي زي الحرير. يا وعدي على كده اه انا اموت في الصنف ده. يا شيخ اتلقى خليك على قدك. لا 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 الحاجات دي مش هنا دلوقتي. انا الوكيل بتاعك مش صبيك. صحيح حقك عليا يا دراسة. مبسوط؟ ما بعرف لك ايه سيمباتيك. هعمل ايه؟ ما هو ترقل. انا قادر اضربه على الطربوش ولا قفاه ولا حاجه. ولا صاحبتنا بتشاور لي بدماغي. فين؟ اهي. بتسلم عليك. يمكن بتندهلي وانا مش واخد بالي. بتندهلك ايه؟ انا فاهم كل حاجة. ها؟ رد عليها السلام. اهلا سهلا. لا سهل. ما هوش فاهم حاجة. البهيم اللي هناك ده وحندهيله. طيب عن اذنكم انتوا انستوني قوي النهاردة، مانيش عارفة ازاي اعبر لكم عن فرحتي. العفو، دي اسكندرية كلها اللي نورت بوجودك. من فضلك يا بيه. نعم حاضر. انت جنسك ايه؟ عمالين نشاور لك ونندهلك ولا انت مش فاهم؟ بتندهوا لنا؟ يلا تعالى. حاضر، بس عن اذنك ثانية واحدة بأي حال. بتسلم عليك مش كده؟ يلا بقى شد حيلك اتلحلح شوية. لا ما تخافيش عليا دلوقتي هتشوفي الشغل ازاي. تعالى. يلا بينا. اهلا وسهلا عصفور بيه. اهلا بك يا ست هانم، يا شمعدان المحاسن، يا كوبانية النور على بعضها. ايه ده يا اختي ده؟ اتفضل اتفضل. عدم المؤاخذة، سلام عليكم جميعا. حضرته عصفور بيه من اشهر الحريفة اللي مفيش منهم في الاشغال الصحية. صحية؟ صحية. فكريا انا متعرفت بالبيه النهاردة بس. ايوه في القطر واحنا جايين. قطر؟ في القطر.
وفي الحقيقه كانت صدفه جميله قوي. العفو يا ست هانم، هو في اجمل منك معدن الانس والفرفشه. كلام الظريف ويانا اثر علينا الوقت، وهات يا ضحك ونكت ايه وحكايات ايه. وخشينا مع بعض قافية، فضلت انا ارقص وهي تقول لي اشمعنى. ايه اللغه المنحطه دي؟ دي حاجه وحشه قوي. يا سلام يا عصفور بيه، انت كل حاجه عندك ضحك في ضحك، اهدى يا ست. سيبك، هو حد واخد من الدنيا حاجه؟ يا سلام عليكي وعلى قرايبك وظروفهم، هي كل العيله فقشها حلو كده. ايه؟ من حق، انت اتاخرت عن الميعاد اللي عندك يا عصفور بيه. اوروفوار. ميعاد؟ طيب بقى بكره نبقى نتقابل على البلاج. بلاج؟ ايوه بلاج. طيب طيب. ارفع منامي. منامي يا مقطفين منامي على عيونك يا كيكيكو. على اذنكم. تعال هنا. طيب. الله الله، دي حاجة مكشوفة قوي. ده شيء بالمفتوح. نايم فنسي ممتاز. يلا بينا. عن اذنك بقى يا روحي. ليه؟ لسه بدري. كفاية. بورفوار. طيب اديكوا عرفتوا اللوكان ده وبتبقوا تتفضلوا. احنا نستغنى. البركة في ست شكرية. ايه يا معلم؟ خلاص يا انا بقيت حته فالانس، لكن على كيفك قوي. لكن بس يعني في بعض الكلام ما بفهمش معناته. زي ايه بقى؟ يعني زي كلمه بلاج. يا وادي الحقني يا ولا. ايه جرى؟ شايف التانك اللي ماشي يتمخطر هناك؟ ايش يا معلم؟ دي تملى اوضه 5 متر في 6. هي دي اللي غلطت في اوضتها. يا سلام على ذوقك المجعلص يا معلمي. تعالى واد ويايا وقول لي قدامها يا سعاده البيت. وجب يا معلمي. اسمع يا. نعم يا هاني. اديها لي عصفور بيه من الجنينه. حاضر يا هاني. يا منعم على عبادك باللحوم الحلوه يا رب. سعيده يا جلاتينا. سعيده يا نص سردينه. نص سردينه. ما هو يا دوبك كده مقاسك بالنسبه لحضرتها يا سعاده البيت. قطرت فيهم ولا لسه؟ هم ايه دول اخرين؟ عينيه. اشمعنى؟ عشان ما تغلطش في النمر تاني. لا ده انا حملاهم ششم علشان بحسس على الاوضه. حضرتك عصفور بيه؟ مين اللي عايزني؟ الست عايزه سعادتك في الصالون. ادي الشيء اللي طلع الروح. هو الواحد فاضي دلوقتي؟ حد يسيب الجنة دي اللي هو فيها؟ معلش يا سعادة البيت، روح قابل الست وارجع تاني. روح يا الدرعة دي شوف مين اللي عايزك. بدون لا مؤاخذة. العفو. أنا راجع لك تاني. دردش معاها ولا لحد ما أجي، بس دردشة قد الجد، بس أقطم رقبتك. عيب يا بيه. ولا أقول لك؟ هات الكتاب لتشتغل بيه في غيابي. انا عارفه.